السلام عليكم. اليوم رانا في ملعب تيزي وزو، والملاحظ هو انه الكراسي، عملية وضع الكراسي راهي حابسة في المدرجات العليا، ربما نقص للكراسي او لاسباب اخرى، رغم انه فيما يخص العشب الطبيعي، راهي ينمو بطريقة طبيعية، والشكل ديالو أصبح جيد جدا. بقات ما قضية القص نتاعو والتسوية نتاعو. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.